هنروح للتايمز البريطانيه بتتكلم عن مستقبل نتنياهو في العام الجديد تحت عنوان استبدال نتنياهو. رئيس الوزراء الاسرائيلي بيفقد ثقه شعبه ويريد تلتين الاسرائيليين الموجودين دلوقتي عايزين انتخابات بعد الحرب. هل ده مؤشر لان نتنياهو هيحاول اطاله امد الحرب قدر الامكان؟ طبعا هو اطاله امد الحرب بالنسبه لنتنياهو هو امل يحاول من خلاله القفز الى الامام، لانه بالفعل بعد انتهاء هذه الحرب تحديدا سيتعرض نتنياهو للكثير من الازمات والكثير من الكوارث على المستوى الانساني والمستوى السياسي، لانه انا في رايي انه نتنياهو فقد مستقبله السياسي بهذه الحرب، واعتقد انه المساله لن تتجاوز الشهور القليله حتى نجد ان نتنياهو سيحقق معه في الكثير من القضايا، سواء قضايا الفساد التي سبقت هذه الحرب او غيرها بتعديه على السلطه القضائيه، او ايضا ما حدث من انتكاسات وكوارث في هذه الحرب التي بالفعل ما زالت مستمره. فنتنياهو باصراره على استمرار الحرب هو يؤخر مساله الحساب التي سيتعرض لها بالفعل، وهو يدرك ذلك تماما، لانه يعني المؤتمر الصحفي الذي عقد بالامس ولعلكم تابعتموه او صحيح. معظم المشاهدين تابعوه، وزير الدفاع ورئيس الاركان امتنعوا عن حضور هذا المؤتمر الصحفي. هناك قضيه داخل الحكومه الاسرائيليه، هناك تفكك داخل الحكومه، هناك تهديدات بالاستقاله، يعني لانه الفشل الاستخباراتي والفشل العسكري الذي منيت به الاداره الاسرائيليه في هذه الحرب سيعاني منه بالدرجه الاولى نتنياهو وحكومته. يعني هناك الان المزيد من الضغوط على الحكومه الاسرائيليه، هناك مظاهرات مستمره سواء من جانب اهالي المأسورين في لدى قوات المقاومه داخل قطاع غزه، او على الصعيد السياسي الاسرائيلي هناك اخفاق على كل المستويات، هناك معاناه يعاني منها الداخل الاسرائيلي، هناك انتكاسات كثيره، الخسائر المتتاليه داخل قطاع غزه لاسرائيل، سواء يعني منذ قليل اعلن احد المستشفيات انه استقبل خلال هذه الفتره 3500 مصاب، هو رقم كبير لم يستقبله من قبل. صحيح، وقد لا تعلن عنه الحكومه الاسرائيليه بهذا الوضوح او تعلن عن الرقم الفعلي لتاثيره الكبير كمان على الشعب في اسرائيل.